الحوار التاسع مع زيد عبد الوهاب. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حوار التاسعة. بين التخوين والتشويه والتسفيه من جهة، والإنصاف والاعتراف والبحث عن حلول لهم من جهة أخرى، موقفان واجههما المتظاهرون خلال احتجاجاتهم المطالبة بالإصلاح، الإصلاح فقط، وهو ما هدد الفاسدين دون غيرهم ممن تعاملوا مع التظاهرات على محورين: الأول يدعو لقمعهم، والآخر يسعى لتقويض مساعي الإصلاح لتحقيق مزيد من الفساد. وعن كيفية تعامل الفاسدين مع مطالب الإصلاح سنتحدث. من لا يستطيع قول الحق فلا يكن لسانا للباطل، لا سيما في زمن تصل فيه الكلمة أبعد ما يمكنها من مدى، إلا أن التهم الباطلة التي وجهت للمتظاهرين من الأوصاف البذيئة والتسفيه والتشويه قد يعني نالت الكثير من سمعة المتظاهرين، كثيرا من سمعة المتظاهرين، وأدت يعني إلى المزيد من موجات الغضب، أدت إلى تصاعد يعني نسبة الاحتجاجات إلى حد ما، وهذا بالنتيجة يضع الحكومة ويضع المجتمع الدولي أمام خطر محدق. يعني ولكن طبعا لا ننسى بأن هناك سلسلة من الوعود، هناك سلسلة من الإجراءات، هناك سلسلة من المواقف التي أفصحت بأن هناك جهات تحاول أن تصل إلى مطالب المحتجين، وأن هناك جهات أخرى تعاكسهم بشكل أو بآخر. على أي حال، نحن في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام نطرح ثلاثة من الأسئلة التي ينبغي أن تناقش: هل ستتأثر حملات التهديد والتخوين واستهداف الناشطين؟ وكيف سيتعامل السياسيون مع التظاهرات المطالبة بالقضاء على الفساد؟ ولماذا يعمد البعض إلى تشويه التظاهرات رغم التأكيد على سلميتها؟ هذه أسئلتنا مشاهدينا الكرام، نناقشها بعد قليل. مشكلتنا احنا ويامن وهي البرلمان، مطالبنا نريد وطن. الوطن تعرف شنو الوطن؟ الفاسدين نفسهم جاي يحاولون بيهم من مكان لمكان. قاعد نطي دماء ونتأذى وراح شبابنا وماكو نتيجة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. اسمحوا لي أن أبدأ بتسريبات. هذه التسريبات الآن متداولة في مجموعات واتساب لسياسيين وإعلاميين، محللين، نشطاء، مفكرين، يعني نخب مشتركة في هذه المجموعة، تتطرق إلى معلومة مهمة وإلى تسريب إعلامي وسياسي مهم. نرجو أن يكون هذا التسريب صحيحا، نرجو أن تكون هذه المعلومة معلومة دقيقة، بأن هناك اتفاقا سياسيا، أن هناك اتفاقا سياسيا، هذا هي فكرة هذه المعلومة أو فكرة هذا التسريب. هناك اتفاقا سياسيا ما بين الفواعل السياسيين المؤثرين على الحكومة من جهة، والمؤثرين في مسار التظاهرات من جهة أخرى. هذا الاتفاق ينص على أن التظاهرات ستخرج في موعدها وستلقى دعما سياسيا وحكوميا وإعلاميا من الجميع، بمقابل فرصة لمدة 3 أشهر ستمنح للسلطات الثلاث لأجل تلبية مطالب المحتجين. واضح التسريب؟ هناك اتفاق ما بين الفواعل السياسيين المؤثرين على الحكومة
والمشكلين لها من جهة، والأطراف السياسية المؤثرة في التظاهرات والتي نوت أن تكون إلى صف التظاهرات وتدعم التظاهرات من جهة أخرى، اتفقوا على أن تمر تظاهرات يوم 25 بسلام، تغطى، تحمى، لا يمسها أحد، لن يكون هناك دم كما حصل في التظاهرة السابقة، بمقابل أن هناك فرصة لثلاثة أشهر سقف زمني للسلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية للتعامل مع مطالب المحتجين السابقة واللاحقة. هذا التسريب نعود نرجو أن يكون صحيحا، نرجو أن يكون مثل أن تكون مثل هذه المعلومة هي عبارة عن معلومة مؤكدة، عبارة عن حقيقة وليس تصور وليس شيئا مبهما، لأنه هذا يعني بأننا أمام مفاتيح للحلول، هذا يعني بأن هذه التظاهرات التي خرجت من يوم واحد إلى يوم ثمانية وأزهقت بها هذه الأرواح وسقط بها هذا العدد من الجرحى، بمعنى أن صوتهم قد وصل وأنهم صاروا مؤثرين وأنهم دفعوا القوى السياسية دفعا لإيجاد مخرجات إصلاحية مهمة، بمعنى أن الرسالة وصلت. هذول المتظاهرين نؤكد هذه الرسالة وفي كل حلقة ومستعد أقولها بعد 100 حلقة النوم، هذه الرسائل فهمتها وصدقتها الحكومة، الرئيس، السلطة التشريعية، القضاء والمرجعية، أكدوا على سلمية التظاهرات، أكدوا على أحقية المطالب، أكدوا بسقوط هذا العدد والكم الهائل من الشهداء، أكدوا على سياسة القمع التي حصلت خلال الأيام الأولى من عمر الاحتجاجات. هذه كلها مؤكدة ومباركة، هذا يعني هذه ليست عبارة عن نقاط تحريضية أو أن هذه عبارة عن فرية على الأجهزة الأمنية، لا، الجميع تحدث بها وتشكلت لجنة وخرجت هذه اللجنة بنتائج وتوصيات، صح أنها مخيبة للآمال ولكن هي أيضا كانت دافعة لرسم مستقبل الأيام المقبلة، هذا شيء جيد. بمقابل أن هناك أصوات يعني فلنقل عنها عبارة عن أصوات سفيهة، ما ينبغي أن نستهلك الدقائق والحلقات ونترك مطالب المحتجين وحقوق الناس والمتظاهرين لنعرج عليها، ولكن ينبغي أن نلفت النظر لها لأنه هذه مهمة، هذه الأصوات مهمة أن تكشف، أن تعرض للرأي العام حتى الناس تشوف من اللي وياها من اللي عليها، حتى الدولة تشوف من اللي وياها من اللي عليها. راح نعرض هذه الأصوات أو التغريدات تغريدة نقراها ومن ثم نعلق عليها، كيف ينبغي أن يكون التعامل، كيف يكون يعني ما هي المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة للتعامل مع مثل هذه الأصوات. خلينا نبدأ بالتغريدة الأولى للأستاذ نجاح محمد علي، يقول: في لبنان المظاهرات يشارك فيها السني والشيعي والمسيحي والدرزي والكردي، في العراق السني والكردي وغيرهما يحرضون والشيعة يتظاهرون. معروف الأستاذ نجاح محمد علي بتغريداته المثيرة للجدل، لكن أنا مضطر أعرضها حتى ننبه الدولة إلى مثل هذه المواقف. نشوف اللي بعدها. سحر حسين أغا تقول في تغريدتها إعلامية طبعا: لأنهم شربوا من كأس السم في اليمن، ولأنهم ذاقوا أفظع هزيمة في لبنان، ولأنهم فشلوا في كسر هيبة سوريا، ولأنهم لم ينجحوا بإخضاع إيران المحور الأمريكي وحلفاء بني صهيون سعود زايد يحاولون الانتقام منا في بغداد، لكن لن ينجحوا في تخريب العراق مرة أخرى تحت عنوان الفساد، المحور منتصر. نشوف تغريدة سليمان الفهد: التظاهرات في العراق ولبنان ظاهرها خدمي، باطنها تركيع شعبين دحرا داعش وأخواتها، والمراد السير بركب الخيانة.
الشيطان الأكبر وذيوله يتحركون بكل الاتجاهات. لاحظ، الشيطان الأكبر وذيوله يتحركون بكل الاتجاهات بعد أن اندحر مشروع صفقة القرن أو كاد أن ينهار إلى غير رجعة. نشوف تغريدة مزاحم لحويت: هؤلاء المتظاهرين الذين يطالبون بإسقاط حكومة سيد عادل عبد المهدي أغلبهم لا يعرفون حقيقة أبويهم وأنهم أتوا نتيجة علاقة غير مشروعة، لذلك نطالب رئيس الوزراء بمحاسبة كل من يروج لهم، ندعو القوات الأمنية أن تدوس على رؤوسهم بالأحذية، هؤلاء ليسوا متظاهرين إنما أولاد دعم. زين، هذه الأصوات طبعا ابتداء يعني البلوك والحظر وعدم المتابعة ومضيعة الوقت أولوية، لكن الغاية أن نعرض هذه الأصوات لننبه الدولة بأن هناك أشخاص أصواتهم وتعليقاتهم ومواقفهم لا تقل إرهابا عن داعش وأي فصيل مسلح أو جهة حملت السلاح لإرهاب الشعب العراقي، لا فرق. الخطاب التحريضي خطاب إرهابي بامتياز، يعني واحد يقول لك المتظاهرين أولاد دعارة، والآخر يقول لك والله هؤلاء ينبغي أن يداسوا، وآخرين يقول يتهمون بالخيانة. هذا الخطاب التحريضي هو خطاب إرهابي ضد الشعب العراقي، لأنه المرجعية والحكومة والبرلمان والقضاء والرئيس أكدوا بشرعية مطالب المتظاهرين وأكدوا على سلمية الذين خرجوا في تظاهرات. فالأصوات المضادة، الأصوات المحرضة، هي عبارة عن أصوات إرهابية ينبغي أن تنتبه لها الدولة وأن تضع لها العلاج، لأنه هذه الأصوات تؤثر على السلم المجتمعي. هذه الأصوات تحريضية إرهابية لا تقل عن أي صوت داعشي إرهابي أو صوت ميليشياوي إرهابي، لا تقل، كلهم سواء. فعلى الدولة وعلى الحكومة وعلى السلطات أن تحرك ساكنا تجاه هذه الأصوات التحريضية التي تسعى إلى ضرب متظاهرين سلميين أقرت الحكومة وأقرت المرجعية وأقرت الأعراف الدولية وأقرت المنظمات الدولية أنهم متظاهرون سلميون عندهم حقوق بسيطة هي عبارة عن حقوق مواطنة. أما اتهامهم بالخيانة وتشويه سمعتهم والطعن بأعراضهم ومناداتهم بأسفه وأرذل العبارات بكل بذاءة، هذه الأصوات ينبغي أن تتخذ الحكومة إجراءات بصددها. استمرارها سيؤثر على السلم المجتمعي، استمرارها التحريضي سيؤدي إلى المزيد من الاحتقان الشعبي، خاصة ونحن ربما نمضي في الأيام المقبلة إلى تهدئة. باكر رئيس الوزراء عنده خطاب مهم، التسريبات تؤكد بأنه في هذا الخطاب سيكون هناك إعلان عن خفض رواتب المسؤولين إلى النصف. مثل هذا الإجراء سنرفع له القبعة، سنقول شكرا، سنقول استمعتم إلى أصوات المتظاهرين، سنقول بأنكم فهمتم رسالة الشعب العراقي، سنقول بأنكم نجحتم في معالجة جزئية بسيطة من جزئيات الفساد وهدر المال العام. لكن بالمقابل ما ينبغي السكوت عن هذه الأصوات التحريضية التي تريد أن يكون الدم العراقي عبارة عن ماء يسيل في شوارع العاصمة بغداد ومدن الجنوب العراقي. اللغة الطائفية انتهت، هذه قمعت، أزيلت، ينبغي أن يزال كل من يحاول أن يثيرها مرة أخرى. لا وقت إلا أن يكون هناك وقت الاستماع للاحتجاجات لمطالب المتظاهرين لكي تمضي سفينة البلد ونبدأ مرحلة جديدة. طبعا بالمقابل، بما أنه هناك تسفيه وتشويه، يعني أردنا أن نلفت النظر إليه، هي عبارة عن سموم طائفية، عبارة عن سموم مجتمعية، عبارة عن عقد متتالية لاسترضاء أحد ما للوصول إلى منصب ما. بالمقابل أن هناك أيضا في داخل الأروقة السياسية
وتحت الطاولة من يستغل موجة التظاهرات والتحضير للتظاهرات وضرورة التعامل مع هذه التظاهرات بسلمية والتعامل مع الأجواء السابقة، أجواء سيلان الدم العراقي، أكثر من 100 شهيد وأكثر من 6000 جريح. سيتم التعامل مع المرحلة المقبلة حتى نتهيأ للتعامل مع احتجاجات يوم 25 بذهنية أمنية إنسانية بامتياز. هناك من يمرر الصفقات، هناك من يلتف على الاتفاقات، هناك من يدوس على شركائه الآخرين الذين المفروض احنا سوية ابن البلد، ولكن هاي روح الزعامة تاكل وتشرب. خلينا نطلعكم على 3 وثائق مشاهدينا الكرام، ارجو ان تكون جاهزة. نبقى هنا. نشوف الكتاب الاول. اعتذر محمد. نشوف الكتاب الاول. الكتاب الاول عبارة عن امر ديواني صادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء، وبتوجيه وموافقة السيد رئيس مجلس النواب، نقل السيد فلاح حسن نايف. خليكم وياي وانتبهوا على التواريخ، وانتبهوا على العناوين الوظيفية، وانتبهوا كيف تدار الصفقات، وانتبهوا كيف تستغل البيئة الإعلامية لتمرير صفقات سياسية. الناس الآن كلها أنظارها ايش راح يصير يوم الجمعة، الناس كلها أنظارها كيف ستدار الأمور في يوم الجمعة من الناحية الأمنية. الحكومة أمام اختبار حقيقي، الأجهزة الأمنية أمام اختبار حقيقي، ينبغي أنها تعلمت من درس 1 تشرين، وبالتالي الناس طبعا مشغولة بالمسواق ومشغولة بالسوق وما حد يعرف شنو يصير. أنا أعتقد بأنه الوضع مطمئن، ما ينبغي يعني التعامل وفق هذه النفرة، لكن العراقيين قضوا عمرهم أزمات وشيلون بهالمسواق طول عمره ومنذ عقود. ولكن انتبه للتواريخ، التاريخ 9/10، موظف بعنوان معاون قضائي، عنوان معاون قضائي معنى تو تعين، مثل معاون ملاحظ، مثل معاون مبرمج، أي معاون بوظيفة معنى تو متعين، تو استلم كتاب تعيينه، ما صار له يعني هواية من السنوات بحيث يتدرج إلى درجة أعلى، لكن هذا التوصيف بداية تعيين. يتحول السيد فلاح من ملاك مجلس النواب إلى ملاك المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، هو والدرجة الوظيفية والتخصيص المالي. هذا التاريخ بتسعة، هذا العفو من الكتاب بتاريخ 9/10. بتاريخ 9/10 نقل الأخ الأستاذ في يوم 9/10 بنفس اليوم ينفك السيد فلاح بتاريخ بعد نقله إلى ملاك المفوضية بموجب مع مؤيدين براءة الذمة قدر تعلق الأمر بمجلس النواب. يعني بنفس اليوم يصدر أمر نقله هو ودرجته الوظيفية وراتبه، وبنفس اليوم ينفك وبراءة الذمة. لكن خمس أيام شباب 9/10، نشوف الكتاب اللي بعده. بنفس ورا 5 أيام 14/10 نلقى الأستاذ اللي تو متعين بدرجة معاون قضائي اللي ينقل بنفس اليوم إلى المفوضية العليا للانتخابات في محافظة الأنبار، يعين مديرا عاما لمكتب انتخابات محافظة الأنبار. وين صايرة؟ إدارية وين صايرة؟ لماذا يعني خلينا نحترم، ما نحترم سياقات الدولة، أضرب سياقات الدولة عرض الحائط، ما لك علاقة بها. احترموا الدم اللي طلع في تظاهرات وسال في سبيل الإصلاح، احترم جريح سقط في مستشفى، احترم وجعة قلب أم وحرقة فؤاد أب خرج وفقد وجرح ابنه أو بنته في سبيل الإصلاح، احترمهم قدرهم. أما أن تمرر من تحت أقدام الرأي العام المنشغل بالتظاهرات والحقوق والمصالح
وبناء الدولة والقضاء على الفساد والبحث عن خدمات والبحث عن وظيفة، تصعد شخص تو متعين بأبسط الدرجات الوظيفية خلال 5 أيام يكون مديراً عاماً لمكتب انتخابات محافظة الأنبار، ضمن منهجية المحاصصة، التواطؤ، الدعس على القوانين والتعليمات وإلى آخره من هذه السياقات. هذه السياقات من تبني بلد؟ هذه السياقات تؤسس لدولة فاشلة، هذه السياقات تؤسس لغضبة جماهيرية، هذه السياقات تؤسس لفساد. الفساد في داخل محافظة الأنبار. احنا دائما كنا نريد نقول بأنه يا ناس الانتخابات ووسائل الوصول ووسائل تصحيح مسار الدولة هي من خلال صندوق الاقتراع، فيأتي شخص بمحاصصة ومن خلال الاتفاقات السياسية ومن تحت الطاولة وبعيد عن أنظار الرأي العام ويمر ليكون مديرا عاما، تؤسس لتزوير في محافظة الأنبار مثلا. الآن دور النواب اللي مقابلين لتويتر واللي يغردون بتويتر 24 ساعة حالهم حال أي مواطن عادي ما يقدر يوصل صوته، خلونا نسمع صوتهم على هذه الكتب داخل مجلس النواب. اتركوا لتويتر، اتركوا الفيسبوك، شغلك أنت لا تويتر ولا فيسبوك، شغلك توقف داخل قاعة مجلس النواب تقول كلمة، أو توقف على المؤتمر الصحفي لمجلس النواب تقول كلمة حق وتكشف هذا الفساد، هذا شغلك، مو شغل تويتر حالك حال أي مغرد، حالك حال اللي أنا إعلامي ممكن أقول كلمة على التلفزيون وممكن أقول كلمة على تغريدة، لكن أنت كعضو مجلس نواب، كمشرع، كمراقب، ينبغي أن تقول وتقاوم الفساد الحاصل ولا تتواطأ معه، ولا تتواطأ معه، هذا شغلك وهذا دورك. مشاهدينا الكرام، طبعا نلتقي مع ضيوفنا، بس نشوف التويتر سريعا. اليوم مجلس القضاء الأعلى، اليوم مجلس القضاء الأعلى شكل لجان فرعية، إجراء لجان طبعا فرعية لمتابعة تنفيذ ما ورد في توصيات اللجنة الوزارية رغم كل ملاحظاتنا عليها، ولكن إجراء مجلس القضاء الأعلى يعني بأن هناك بروسس قضائي بدأ يشتغل، بروسس قانوني بدأ يشتغل، إجراءات، وهذه الإجراءات لا زال الرأي العام متفاعلا معها. احنا البارحة سألنا واليوم أيضا نعرض النتيجة ولكن على تويتر، هل تؤيد ما ورد في تقرير لجنة أحداث التظاهرات؟ لا بنسبة 92%، من أيد النتائج نسبته 8%. نلتقي مشاهدي الكرام مع ضيوفنا. بإمكانكم متابعة برامجنا وأخبارنا كافة من خلال الاشتراك بقناة الفلوجة على موقع اليوتيوب. قناة الفلوجة متواصلة في تغطية الأحداث. مشاهدي الكرام انتظرونا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، في رعاية الله. فلوجة يوتيوب. كل ما فاتك من أخبار وبرامج نقدمه لك باختصار من خلال صفحتنا على موقع الفيسبوك. تحية لكل من قدم يد العون إلى أخوتي هنا وهنا، رحية من البصرة وإليها بديالة والأنبار. بث مباشر لنشراتنا وبرامجنا والأخبار العاجلة، بإمكانكم التفاعل معها. الفلوجة معك أينما كنت. هل تتأثر التظاهرات بحملات التهديد والتخوين واستهداف الناشطين؟ كيف تعامل السياسيون مع التظاهرات المطالبة بالقضاء على الفساد؟ لماذا يعمد بعضهم إلى تشويه التظاهرات رغم التأكيد على سلميتها؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ورحب بضيوف هذه الحلقة من بغداد. هادي جلو مرعي الكاتب والصحفي، وأيضا معنا الأستاذ نجم القصاب الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ هادي جلو مرعي أرحب بك مرة أخرى، كيف تعلق على هذه الأصوات الآن التي تكتب على مواقع التواصل الاجتماعي التي تشوه وتخون التظاهرات رغم اعتراف الجميع بسلميتها بأحقيتها وينبغي التعامل مع مطالبها؟
نعم، مساء الخير دكتور، أهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين الكرام، ويسرني أن أتواصل أيضا من خلال هذه الشاشة الموقرة. أهلا وسهلا. وقبل ساعات من انطلاق تظاهرات عراقية خالصة ومشرفة أيضا تعبر عن رغبة للشعب العراقي ربما مكبوتة لتغيير الأوضاع ومحاربة الفساد والضغط باتجاه تحصيل الحقوق و أيضا حظ الدولة والحكومة وحث المسؤولين وحظهم على أن يقوموا بدورهم وواجبهم الإنساني والأخلاقي والمهني من أجل تلبية تلك المطالب المتعلقة بالعمل والتوظيف والخدمات العامة كالماء والكهرباء والصحة والتربية والتعليم ومغادرة دائرة البطالة من أجل العيش الكريم والأمل بغد مشرق وطيب للشعب العراقي وللأجيال القادمة. وبالتالي هذه الأصوات أعتقد أنها، ولا أريد أن أنتقدها بصراحة، أقول هو توصيف، أنا أتحدث بالتوصيف أفضل، أقول أن هنالك آراء وتوجهات مختلفة، لكنني بحكم معرفتي بواقع العراق الذي أعيش فيه منذ الصغر ومنذ 50 عاما، أنا أعتقد أن التظاهرات عراقية خالصة، والذين يخرجون إلى الشوارع هم شبان عراقيون يطالبون بالذي تحدثت فيه بدءا. ولكن فيما يتعلق بالتدخلات الخارجية والمؤامرات وغير ذلك، هذه أمور قد تحدث وهذا أمر طبيعي يعني، لكنه لا يقدح بالتظاهرات. يعني إذا كان هنالك مثلا صراع أمريكي إيراني في العراق هذا أمر مختلف، ولكن لأتحدث عن واقع هذه التظاهرات وعن أسباب هذه التظاهرات. ما يخالف، ولكن هو الأمر ما يتعلق، عفوا أستاذ هادي، الموضوع مدى يتوقف عند أن هذه التظاهرات مثلا فيها أجندات، هذا الكلام سمعناه بالبداية، ولكن أن يتهمون بأعراضهم ويتهمون بتكوينهم ويتهمون بضرورة يعني أن يدعس عليهم من قبل الأجهزة الأمنية، هذا الكلام ما له علاقة بقضية الأجندات الخارجية والارتباطات الخارجية، بقدر ما أن هناك يعني استهداف بذيء يعني لهذه التظاهرات. نعم إذا طبعا هو دكتور صح، هنالك من يتحدث عن موضوع الأجندات وموضوع المؤامرات والمنافسة الأمريكية الإيرانية والتدخلات السعودية وغير هذه التوصيفات التي يتحدث عنها البعض. أيضا أنا يعني بصراحة أمس قرأت هذه التغريدة لأحد الأخوة المقيمين في أربيل، طبعا هو هذا الرجل ليس مقيما في بغداد ولا في محافظة عراقية أخرى، أعتقد أنه مقيم في أربيل، وتحدث بطريقة بصراحة أنا بقيت أتأمل لدقائق في هذه التغريدة، ودخلت إلى حسابه الشخصي وأنا أتابعه يعني منذ زمن، ولا أريد أن أذكر اسمه طبعا وأنت تعرفه، لكن قلت ربما تكون هذه الصفحة مخترقة أو أنها قد هكرت من البعض ونشروا عليها مثل هذه التغريدة. يعني هذه التغريدة صادمة وتنافي الواقع في يعني لا واقع لها، يعني شخص يطالب بحقوقه ويتظاهر في الشارع، يعني هذا اللي يظهر في الشارع لازم يكون ابن زنا مثلا، يعني هاي شروط، يعني شنو يعني هاي شروط موضوع انه لازم اللي يظهر وفق توصيف هذا الرجل المحترم لازم يكون من بيت دعاء، يعني ما اعرف يعني ليش هاي التصريحات شنو قيمتها اصلا وشنو وجودها، يعني هاي توصم بهذا ويطالب لا مو فقط بالاعتذار، هاي حتى يحاكم عليها، ماكو داعي لها اصلا، هاي اشياء غريبه ليش يجي واحد بمعنى انت يعني. انت تؤيد وكانه على الحكومه ان تتخذ اجراء قضائي تجاه هذه الاصوات. طبعا لان هذا يتهم الشعب العراقي بانه حاش الشعب العراقي، يتهم ربع الشعب العراقي بانه لا زنا، يعني يعني اشياء غريبه، يعني ما اعرف ليش يصرحون، يعني منو راح يعطي فلوس، منو راح يكافئ اللي يصرح بهش تصريحات ويغرد بهاي التغريدات اللي لا هي تغريدات عصافير ولا هي تغريدات بلابل، ما ادري تغريدات لقالق، هسه انا ما احكي على اللق، لكن انا احكي على هذا النوع من التغريدات، يعني مو هاي التغريدات لي تفتقد الى الحكمه ولا قيمه لها اصلا، بل هي ستنعكس سلبا على من اراد ان يدافع عنهم هذا الرجل، اذا كان هنالك ناس مثلا يريدون ان يشوه صوره التظاهرات، فليتحدث بالمنطق. نحن اذا اردنا ان نتحدث عن التظاهرات وعن الناس الذين يخرجون في التظاهرات نقول لهم حافظوا على وطنكم، على الممتلكات العامه، هذا بلدكم، هذا شعبكم، طالبوا بالحقوق، اذهبوا الى الخضراء، اذهبوا الى الحمراء، اذهبوا الى الشوارع، الى ساحات التحرير، ولكن هذا بلدكم وهو في ذمتكم وفي عناقكم، وحافظوا عليه أكثر مما تحافظون على الدولة. ومثلما أن هنالك من استفاد من تظاهراتكم في لبنان، القوى السياسية اللبنانية استفادت من تجربة القوى السياسية
والقوى الأمنية في تظاهرات 1 أكتوبر الماضي في العراق، علينا نحن كشعب عراقي وكنخب سياسية وفكرية أيضا أن نتعلم من أخوتنا وأصدقائنا وأشقائنا في لبنان اللي حولوا التظاهرات إلى أعراس، إلى أعراس ويقولون ومصرين على أراهم. نفس الوقت يعني اللي يشوفوا التظاهرات اللبنانية يقول ذولا فرحانين وكأنهم لا ليسوا بمعرض، أنهم بمعرض الحاجة أو الألم أو المعاناة، واضح، ولكنهم في الواقع يعبرون عن إرادة. ولذلك علينا أيضا أن نتعلم وأن نطبق هذه المفاهيم الحضارية في التظاهر، وأعتقد هذا سيحصل إن شاء الله في بغداد، وهذا المتوقع. أستاذ نجم القصاب رحب بك مرة أخرى. أيضا أسمع تعليق جنابك على سلسلة التغريدات المسيئة للتظاهرات والاحتجاجات في العراق وللمتظاهرين تحديدا. ويعني التغريدات سخلينا يعني ناقشنا قضية يعني الطعن في أعراض المتظاهرين، ولكن الخطاب التحريضي في بعض التغريدات بأنه الذين يخرجون في التظاهرات هم عبارة عن شيعة بمقابل أن السنة والكرد يتفرجون، مثل يعني هذه التغريدات التحريضية كيف يمكن يعني التعامل معها، يعني لو كنت مثلا مستشارا للدولة العراقية؟ شكرا. بالتأكيد يعني البعض هذه التغريدات والتصريحات والمقالات والظهور والحضور في أغلب الفضائيات هي مدفوعة الثمن، تحاول تشويه أو تزويق أو تمزيق المجتمع العراقي، مثل ما حصل بعد 2003 كانت هناك معارك طائفية شيعية سنية وكذلك قومية كردية عربية، ومن ثم دخلت المعركة الداعشية والبعثية وما بعدها تنظيم القاعدة، كل هذه لربما حلقة مع حلقات أخرى. وبالتالي اليوم ليس أمام هؤلاء الذين يحاولون إسقاط النظام السياسي وكذلك إسقاط القيم والمثل وتكسير كل الحواجز بين الممنوع وبين المشروع، طبعا هذا مرفوض. يعني اليوم عندما نكون مع المتظاهرين وهذه التظاهرات والاحتجاجات التي تمثل اعتقاد وانتقاد الكل، وأصبحت رادعا ومانعا لكل الذين كانوا وما زالون يتصارعون يتقاتلون يتسابقون يقتلون ويتقاتلون، ليس من أجل الوطن والمواطن وإنما من أجل الغير لإعطاء له كل الخير. واليوم العراق يعاني ما يعاني من انقسام سياسي أصبح اجتماعي تحول أفقي عمودي، كل هذا من هو المستفيد؟ طيب. بالتأكيد بمعنى أصحاب الأبواق. جيد. هذه الأبواق هل ستؤثر؟ يعني عفوا أستاذ نجم، سؤال جوهري، هذه الأبواق المأجورة مثل ما وصفتها جنابك، هل تعتقد بأنها ستؤثر على التظاهرات وحملات التشويه المستمرة بحقها؟ بتصوري مثل هذه الأبواق بالتأكيد سوف يكون الخذلان ويكون مقابلها العناد من البعض. عندما يتحدث شخص مطلوب إلى القضاء العراقي بأربع أرهاب بالإعدام يؤيد هذه التظاهرات، أنا والمتظاهر لا نقبل هذا يعطي رأيه لأنه أصلا مطلوب للقضاء العراقي، أو أحد الأزلام من قبل 2003 قتل ما قتل في الجنوب والوسط والانتفاضة الشعبانية يعطي رأيه بهذه التظاهرات نحن نرفض، وكذلك كثير أبناء المسؤولين الذين كانوا في النظام السابق نحن نعم فرق بين الناقد وبين الحاقد. أنا عندما أنتقد العملية السياسية أو أنتقد الطبقة السياسية لا يعني أسقاطها وإعادة النظام السابق الذي أوصلنا إلى هذا الحال وجاء بنا بأحزاب. وبالتالي هذه التظاهرات أعتقد والاحتجاجات منابعها متابعها كلها عراقية الأصول، وأثبتت كيف كان المتظاهر لا يحمل سوى العلم العراقي ولم يرفع شعارا طائفيا. هذا نعول على الذين يحاولون تمزيق أو تغيير مسارات التظاهرات، أعتقد ليس من جانب المواطن العراقي وإنما من جانب الدول. والمشكلة الحقيقية اليوم في العراق بعد 2003 هو العامل الخارجي الذي كان وما زال يتدخل في الشؤون الاقتصادية السياسية الأمنية، ونحن لا نعتب على الدول نعتب على نعم. معذرة فقط حتى أدخل في قضية التسريبات التي يعني بدأت متداولة في مواقع
في مجموعات الواتساب النخبوية العراقية حول قضية اتفاق بمهلة لمدة 3 أشهر تعطى للسلطات العراقية حتى تستجيب لمطالب المتظاهرين، والوعود التي سيقت خلال المرحلة الماضية تأخذ مسارها التنفيذي. إلى أي درجة هذه المعلومة صحيحة ويعني طلعت عليها جنابك؟ يعني أولا نحن نتحدث بصراحة للعراق والعراقيين، وأنا منذ أن استلم السيد عادل عبد المهدي أن تبوأ منصب رئيس مجلس الوزراء ظهرت من خلال قناة الدولة وقنوات عربية وموجودة في اليوتيوب وموجودة مقاطع منها في وكالة المورد الأخبارية، تحدثت وطالبته عليك يا سيد عادل عبد المهدي، ونحن نعول ونعتب على المكتب الإعلام السابق الذي لم يصل هذه المعلومات وهذه المطالب، عليك أن تعتمد على قوتين ركيزتين أساسيتين في الدولة العراقية تنجح وتنقذ العراق من الانهيار، وهما الركيزة القوة المجتمعية الناس والقوة المرجعية في النجف الأشرف، وأما أن تعتمد على القوة السياسية التي جاءت بك إلى هذا المنصب وأرضاء الجميع سوف تخسر الجميع وتخسر الناس وتخسر المجتمع وتخسر المرجع، وهذا ما حصل. الأمر الثاني، طالبت السيد عادل عبد المهدي بمطلب ثاني، عليك استخدام ثقافة وأسلوب النصف ثم النصف، أي حكومة النصف النصف، بحيث تأتي على كل المناصب بدءا من السفارات. أنا شلي بسفير 15-20 موظف، قنصل وسفير أول ووزير مفوض معرف إيش. هل حان برأيك أستاذ نجم هل حان وقت التعامل مع مثل هذه المطالب؟ لأن تذكر جنابك يعني إلى حد ما ينسجم ويا مطالب المحتجين. طبعا باختصار طبعا طبعا يعتمد على القوتين المجتمعية والمرجعية ويستخدم أسلوب وثقافة النص النص. على سبيل المثال أنا شلي بالسفارة بدولة اسمها الكونغو، اسمها مالي، اسمها السنغال، موريتانيا، الصومال، هذه الدول كلها يعني هاي الدول ما موجودة أصلا بالخارطة، ولو أنا ضعيف بالجغرافيا، لكن هاي الدول أنا أصرف هاي الأموال ليش؟ مجاملة المن للاحزاب السياسيه، لان هل تعتقد ان هذه المرحله ستنتهي استاذ نجم؟ تحولت الى عوال، هاي المرحله ستنتهي مرحله المحاصصه والمجامله باختصار. دكتور زيد، احنا خسرنا الدوله العراقيه والمشهد السياسي خسر عامل صعب جدا عندما ينفقد بين الزوج والزوجه وبين الحبيب والحبيبه وبين الاخ والاخ وبين الشعب والدولة أي الحكومة، هو انعدام الثقة. من تنعدم الثقة علينا أن ننفصل ونذهب إلى الطلاق، هذا ما حصل مع الأسف بالعراق. اليوم ينبغي على السيد عادل عبد المهدي، وأنا معتقد وأنا مقتنع لأول مرة، كل الإصلاحات التي طرحت وأصدرها مجلس الوزراء في الأيام الماضية أنها صادقة ونابعة، ليس لحبا بالناس وإنما خوفا من التظاهرات. هذه إصلاحات حقيقية واقعية نابعة من الضمائر، لكن ينبغي علينا إعطاء لهم فرصة وأن لا نحمل السيد عادل عبد المهدي كل الفشل، نحمل رئيس البرلمان، رئيس البرلمان الذي استخدم البروباغندا عندما كانت التظاهرات كان يتوجب عليه عقد جلسة، وأنا طالبت عندما كنت في قناة العربية على مجلس النواب أن يعقد جلسة في منتصف الليل في يوم 11، ما كان حصل هؤلاء سقوط الشهداء من المنتسبين ومن المتظاهرين، لكن مجلس النواب وراء 4 أيام ولم يحضر الجميع ولم يحضر كل النواب. نحن لماذا نحمل شخصا واحد وكذلك رئيس الجمهورية الذي يتوجب عليه حماية الدستور؟ أين كان من الدستور عندما اخترق وقتل المتظاهرين؟ طيب. هنا أعود وهناك. أعود إلى الوعود يا سيد الفاضل، ينبغي معذرة أستاذ هادي، الوعود التي أيضا يعني سربت بخصوص أن هناك تعديلات دستورية، خفض رواتب، قطع الراتب التقاعدي لرئيس الجمهورية غازي عجيل الياور، هذه الإجراءات هل هي إجراءات حقيقية ستأخذ مسارها الطبيعي في الأيام المقبلة؟ توقعاتك أيضا لخطاب السيد عادل عبد المهدي المرتقب اليوم غد. نعم، شكرا جزيلا. في الواقع يجب على الحكومة العراقية أن تتخذ تدابير عاجلة، وإلا فإن هنالك تظاهرات حقيقية، وأن هنالك حتى الذين يتحدثون عن استغلالهم للتظاهرات وأن هذه التظاهرات ستخرج عن نطاقها الطبيعي وأنها ستستخدم من قبل دول ويمكن أن توظف من قبل قوى سياسية داخلية وخارجية،
طبعا هذا ممكن أن يحدث إذا لم تكن الحكومة العراقية جادة والنخب السياسية جادة. مرحلة السرقات والفساد ومنح المناصب لكل من هب ودب وتوزيع الصلاحيات والأموال وقطع الأراضي بطرق فظيعة ومخزية ومخجلة، هذا يجب أن ينتهي، وإلا فالأمور سيئة للغاية. يعني إذا كان السيد عادل عبد المهدي يريد أن يحافظ على وجوده كرئيس الوزراء والحكومة العراقية والبرلمان والنخب السياسية الفاعلة، فليتذكروا وليؤمنوا وليعتقدوا أن هذه المرحلة، وأنا ناصح أمين ولست مدعيا بشيء، لا أنا متظاهر ولا أنا معارض، أنا أقول ذلك من باب التوصيف. فإن ما جرى خلال السنوات الماضية من 2003 حتى 2011 كان عالم مختلف وكان وضع مختلف، الآن الوضع مختلف تماما بعد 2011، يعني 2011 غير اللي قبل. شنو معلوماتك شنو معلوماتك عن خطاب السيد عادل عبد المهدي اليوم غد وحول أهم تسريب يتعلق بخفض رواتب رئاسة الثلاث إلى النصف، هل هذا صحيح؟ والله هذا نعم هنالك حديث قوي جدا، ليس فقط من خلال يعني حديث السيد عادل عبد المهدي إلى الشعب العراقي، ولكن أيضا من خلال الحوارات التي الآن تتداول داخل المنظومة السياسية وفي مجلس الوزراء وداخل مؤسسات ودوائر الدولة، يعني إقالات بالجملة وتغيير مناصب ولكن أنا برأيي أنه هذا أمر ممتاز جدا بصراحة، يجب أن يتم تخفيض رواتب كل النواب كل الوزراء السابقين، وحتى رواتب المتقاعد يجب أن تخفض، والمدراء العامين ووكلاء الوزارات والذين تزيد رواتبهم على 3 أو 4 ملايين، ماكو داعي ياخذ 4 ملايين، يعني ليش ياخذ 4 ملايين؟ يعني ليش أنا اخذ 400,000 دينار؟ انا اللي اتحدث وياك اخذ 400,000 دينار وقاعد بقريه زين ولبيها تبليط ولبيها خدمات مثل البشر ومثل الاوادم، ويجي واحد ما يمتلك كل شيء، يعني انا سابقه ب50 سنة اصلا ليهش ولينش، وياخذ 4 ملايين و5، منو هذا وشنو هو؟ شنو من البين هو هذا؟ منو هو؟ انت تعرف الاف الناس اللي ياخذون رواتب 5 و6 وياخذون امتيازات من الدوله وما يعرف تشك من البوك، حتى يعني حتى البهيمه افضل منه يجوز، لكن والله شنو منتمي الحزب لو منتمي الطائفه لو منتمي الجماعه السياسيه؟ اصلا الاداره مخزيه للدوله العراقيه من 2003 حتى اللحظه، لذلك يجب على الحكومه العراقيه وعلى السيد عادل عبد المهدي وعلى الاخوه في البرلمان وعلى السياسيين الفاعلين وعلى رؤساء القوى السياسيه الفاعلين والمؤثرين على الزعامات، أنا حتى الحشد الشعبي أطالب أن يضغط على الحكومة العراقية في سبيل أن تتخذ الحشد الشعبي يمثل الجماهير البسيطة، والنخب السياسية أيضا يجب أن تمثل النخب البسيطة، النواب اللي طلعوا من رحم المعاناة في مناطق الأطراف بغداد من المحافظات، دول النواب اللي عاشوا تجربة الحصار واللي عاشوا تجربة المرارة وكانوا شبان أيام الحصار وكانوا ما يمتلكون قوت يومهم، الآن يعرفون معنى الوجع والحرمان. الآن حل بسيط ايضا اخر يمكن ان يجعل البطاله معدومه في العراق، يجب ان يتم اطلاق قرار فوري وعاجل باحاله كل الموظفين الذين وصلوا الى عمر 60 سنة على التقاعد فورا وبدون مو ماك داعي الحل بوس يدعوا للاجتماع وهم قاعدين ما اعرف بالحبانيه وين النواب، وبعض النواب سافروا خارج العراق وبعض النواب راحوا يم عمامهم وعشائرهم، لا اطلق قرار فوري الان، انا من معنا مع الدوله، هي الدولة. هو مجلس النواب يا استاذ هادي هو مجلس النواب عقد جلسه طارئه لمناقشه التقرير الوزاري عن قتل المتظاهرين حتى يسوي قرار فوري وعاجل بحاله من هو وصل الستين الى التقاعد. اوكي ما يلا هذا شيء حكومي وممكن يجري حول حوار، واسبوع المقبل ربما بعد التظاهرات يعني مجلس النواب يعقد جلسات طارئه وممكن يكلف لجان في اعاده التحقيق من جديد، لانه تحقيق غير مقنع حتى بالنسبه لوسائل الاعلام غير مقنع، وسائل الاعلام ايضا تعرضت الى التهديد والتدمير والتخريب، والصحفيين ايضا عرضوا الى التهديد. انا اقول ان قرار واحد ربما صادم سيكون كافيا لتهدئه الشعب العراقي، كل العراقيين اللي ما عندهم وظائف راح يعتقدون انهم راح يحصلون وظائف، انت اذا حلت اللي عمره 60 سنه على التقاعد، اذا كان رجل واذا كانت امراه تحت 60 58 او 55 على ذكر راح عندك واضح في الشارع. استاذ هادي موظفين. استاذ هادي كيف تعلق على موظف معاون قضائي خلال 5 أيام يتحول الى مدير في مفوضية انتخابات لمبار؟ هي استغلوها والله اهل الانبار ادرى، اهل الانبار ادرى بشيء عادي. لا 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 انت تقول يعني لا لا انت تقول ما يخالف انت تقول شو انت مركز على الانبار دكتور؟ لا لا ما مركز على الانبار، الانبار شيء ما مركز على الانبار، دا اقول لك معاون قضائي من اهل البصره يتحول يصير
أنموذجا مدير انتخابات مفوضية انتخابات البصرة. هذا الوضع بالنسبة لك كمراقب أنت مرضي؟ لا طبعا ما أرضى مواني أستاذ الله يخليك. أنا هسه ليش أتعامل ببساطة مع هذا الطرح جنابك؟ هو طرح راقي، لكن ليش أتعامل بهدوء أعصاب وياه؟ أنا مثل الطبيب اليومية يسوي له 100 عملية، لا ماكو طبيب يسوي 100 عملية، في اليومية 3 عمليات 4 وقلبه، أو مثل القصاب اللي يذبح بالذبايح ويعني ما يعني قلبه قسى، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تعلموا أولادكم بعض المهن ومن ضمنها القصابة أو ذبح الخراف وتقطيعها. احنا في العراق يوميا شاهد حالات غريبة عجيبة، هاي سهلة عاد هذا معاون قضائي الرجال زين يعني شوي يفتهم بالقضاء، لكن انت تعرف اكو ناس بسطاء جدا فجأة تلقاه مشتري له بيت مثلا 750 مليون بالجادرية، وهو كان يتمنى واحد يدفع له فلوس الشاي بقهوة برضا علوان لو بقهوة ابو حالو بالكرادة، هذا مو منطق. هنالك اشخاص كثر حصلوا على مناصب وحصلوا على اموال، هسه المناصب مو مشكلة اوكي كل عراقي من حقه ياخذ منصب، بس اني لما واحد يعني هسه انا راتبي مثلا 400,000 دينار وتجيني ورا سنه تلقاني مشتري بيت مليار بالمنصور او بالجادريه، زين من اين لك هذا البيت؟ تعال حبيبي شو هذا البيت يسوى له مليار دينار؟ اكو حديث ايضا عن قضيه تشريع قانون من اين لك هذا، وهذا طبعا يعني يحتاج الى توافقات استاذ نجم القصاب. هذا صعب لانه استاذ نجم القصاب هذا صعب تعليقك على تمرير صفقات سياسية وتحقيق أهداف شخصية لأغراض انتخابية خلال هذه الفترة، فترة الاحتجاجات والتظاهر، مثل النموذج اللي عرضناه قبل قليل معاون قضائي 5 أيام يصير مدير عام انتخابات مفوضية انتخابات. شوف دكتور، هي مساوئ يعني اليوم ماكو واحد ما يقدر حتى ينظر بروس الناس، اليوم الكل كاشفة، اليوم حتى المواطن البسيط السعلة يقول لك أكو فساد وإفساد في كل مؤسسات الدولة، منو تتحملها؟ قسم منها تحملها القوى السياسية والأحزاب، وقسم منها تحملها المواطن عندما تكون انتخابات ولا يذهب إلى يوم الانتخاب. لكن المشكلة والعجيب والغريب في هذه الدولة الكل تنتقد، يعني سريد الروح نعرف من هو السرق العراق، من نعرف يعني ياود تجلس وياه ياود تقعد وياه الشيف ينظر لك بالأخلاق والثقافة ويعطيك حديث نبوي ويعطيك آية قرآنية، عندما تبحث عن جذوره أو عن أصوله تجدهم من لا شيء. ولهذا السبب فضاع يعني اختلط بين الحابل والنابل. أنا أتصور هاي الفرعيات اللي نتحدث بها اليوم وحتى في السنوات الماضية، السيد عادل عبد المهدي أمام فرصة تاريخية للمكاشفة ومكاشفة كل المراحل الماضية رغم الوجع والذهول والألم والندم الذي أصاب الشعب العراقي، لكن مع الأسف البعض يحاول أن يفسد هذا التغيير الذي طالبنا به منذ سنوات. كيف؟ أمام السيد عادل عبد المهدي فقط ملف الفساد بدءا من عقارات الدولة التي استولت عليها الأحزاب والشخصيات المتمثلة، وهذا معروف من الذي سيطر على المطارات، على الجامعات، على الجسور، على الشوارع، على القصور الرئاسية، معروفين. أستاذ نجم يا يعني أخي ربما واحد يسألك يقول لك يا أخي ليش تذب الكرة في ملعب الحكومة بالكامل؟ مو هذا مجلس النواب اللي يشرع واللي يراقب، شنو مسؤوليته بهاي الشغلة؟ هو كان يتوجب، أنا من اللحظة الأولى في يوم 1/10 طالبت السيد عادل عبد المهدي أن يعمل ويستخدم نفس أسلوب اللي استخدم السيد العبادي في 2015، هذا مو وقت طويل أو بعيد، 2015 التظاهرات كانت أضخم مما حصل التظاهرات في يوم 1/10، 20 أو 30 ضعف. السيد العبادي أخذ الكرة ورماها في الملعب، ملعب البرلمان، وصوت. أنا شفت بعيني خلال الشاشات بعض النواب رفعوا الإيدين اليمنى واليسرى خوفا من الناس، مو حبا بالناس. لكن من الذي أفسد وأفشل السيد العبادي؟ أحد أعضاء المحكمة الاتحادية عندما ألغى كل قرارات السيد العبادي وألغى كل قرارات مجلس النواب. اليوم أو غدا عندما السيد عادل عبد المهدي يطالب بهذه الإصلاحات وبهذه القرارات وصوت البرلمان، من هو الضامن؟ على نفس الشخص الذي أفشل العبادي وأفشل الدولة وأفشل القائمة العراقية عام 2010 عندما غير الكتلة الفائزة ليس في الانتخابات وإنما في داخل قبة البرلمان، أنا أعتقد نفس الشخص سوف يفشل السيد عادل عبد المهدي. إذن يتوجب على السيد عادل عبد المهدي يوم غد يقلص كل الوظائف مو مرتبات. اليوم يا أخي أتعجب على واحد يقول يخفضوا الراتب المسؤول بحال الراتب،
مو بحال الراتب، اكو عقود واكو بزنس واكو امتيازات. كل دول العالم المناصب والسلطات التزامات وليس امتيازات، الا في العراق. في كل دول العالم المنصب مسؤولية ومحاسبة، الا في العراق بعد 2003 المنصب قبول. شكرا. وغنيمة. كيف يحصل غنيمة؟ انا اعتقد نحتاج الى صحوة والى دعم الحكومة ومحاسبة. نحن علينا الشعب ان نحاسب البرلمان لا نحاسب الحكومة، لان انا ما انتخبت الحكومة، انا انتخبت البرلمان الذي في كل دول العالم يعد البرلمان مكانا للتفاعل الاساسي للقوة السياسية، اما بدون هذا يتحول الى لافتات بدون مضمون ومقار بلا تأثير. شكرا جزيلا نجم القصابة الكاتب والمحلل السياسي، واشكر هادي جلو مرعي الكاتب والصحفي، كنتم ضيوفا على حوار التاسعة مباشرة من بغداد. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام اولا واخيرا على حسن المتابعة. السلام عليكم.